هعمل معاكم النهاردة تيراميسو هوت شوكولات باستخدام كيري. الطعم يجنن والقوام كريمي، فيلا نشوف ايه المكونات وبعد كده نبتدي. اول حاجة احنا محتاجين كوبايتين من اللبن، والكمية دي هتكفي شخصين، وهنحتاج 75 جرام من الدارك شوكولات او 6 مكعبات. وبالنسبة للسكر انصحكم بثلاث معالق صغيرة، متسكرهوش قوي عشان تعرفوا تستمتعوا بالطعم. وهنحتاج شوت اسبريسو او نص معلقة قهوة سريعة الذوبان، وهنحتاج كمان الليدي فينجرز. والمكون بقى الرئيسي اللي في الوصفة وهو كيري، هنحتاج 4 مكعبات من كيري، هي دي اللي هتدينا القوام الكريمي اللي يجنن. يلا نروح على النار. في صوص بان هحط كمية اللبن وهشغل النار على نار هادية تماما لحد ما اللبن يبقى دافي، ساعتها هبتدي بقية الخطوات. خلاص عندي اللبن دافي، اول خطوة هعملها ان انا هضيف 4 مكعبات من كيري وهبتدي اقلبهم بالراحة، وهتأكد ان هما متغطيين باللبن لان اللبن هو اللي هيسيحهم، وبعدين هسيبهم بقى شوية وبعدين هرجع اقلبهم تاني. اللبن وكيري خلاص جاهزين، بقوم قوامهم متجانس مع بعض. دلوقتي هضيف الدارك شوكولات وهتأكد انها متغطية باللبن لكن مش هقلب خالص. لو عايزينها تسيح بمنتهى السهولة سيبوها في الستيم بتاع اللبن، هو هيسيحها زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كل الدارك شوكليت ساحت، بصوا بقى اللون عامل ازاي واللمعة والريحة بقى، مش عايزة احكيلكوا تجنن. واخر اضافة هو شوت الاسبريسو او نص معلقة قهوة سريعة الذوبان والسكر على حسب ذوقنا، ونقلب كويس جدا. وكده يبقى فاضل لنا خطوة واحدة بس ونقدم الهوت شوكليت. اخر خطوة قبل التقديم هو ان احنا هنصفي الهوت شوكليت ويلا نروح نقدمه مع بعض. بصوا بقى عايزة اوريكو القوام كريمي وخطير ازاي ولونه فظيع. يلا اوريكو ازاي هقدم التيراميسو هوت شوكليت بطريقة تخليني اكله واشربه. ايوه هناكله وبعد كده نشربه. اول حاجة بحب احطها هي الويب كريم على الوش، بتدي طعم يجنن، وكمان واحدة ليدي فينجر، وشوكولاتة بكون انا بشراها وبحطها على الوش، او ممكن كوكو باودر لو عايزين. بصوا بقى دلوقتي انا هعمل ايه. ناخد الليدي فينجر تدبت في كل التيراميسو هوت شوكليت بكل الاطعمة وناكل. انا هنا على فكرة كنت باكل بجد، الطعم ده يجنن، كومبو يجنن، القهوة مع الدارك شوكولات مع الكريمينس بتاعت كيري مع الليدي فينجر مع سقوعية الويب كريم، حاجة كده خيال. وده بعد ما التيراميسو هوت شوكولات بردت شوية. بصوا القوام كريمي ويجنن قد ايه. واحنا كده خلاص خلصنا. يا رب تكون الريسيبي النهاردة عجبتكم وجربوها وقولوا لي ايه رأيكم.